حبايبي البروفيسور كرم أنيس أستاذ اللغة الإنجليزية بالولايات المتحدة الأمريكية. حبايبي بحبكم. أهلا وسهلا. عندنا تعبير هو bite your tongue. لما تيجي تترجمه ترجمة حرفية هتلاقي بتعض لسانك. اوعى تعض لسانك عشان هيكون في واوة. ابعد عن الواوة، مش عايزك تتعور هتعض لسانك، لا انا عايزك تتعلم. ابعد عن الواوة. bite your tongue لما تيجي تترجمها تعض لسانك، لكن هي بالانجليزي remain silent يعني تقعد ساكت ما تتكلمش. خلي بالك بقول tongue، ما قلتش tongue، قلت tongue. bite your tongue اللي هو تقعد ساكت ما تتكلمش. مثال يا بروفيسور: I had to bite my tongue to accept this explanation. ده اللي هو اللو سبيد، يعني السرعة اللي هي العادية خالص، الهادية خالص. بص أكلها بسرعة. I had to bite my tongue to accept this explanation. يعني لازم أسكت عشان أقبل هذا الإيضاح. أعلى شوية. طب ما tongue ديت ممكن أخرج منها حاجة تانية. slip of tongue يعني زلة اللسان. هقولها تاني: slip of tongue يعني زلة اللسان. طب ما خلي بالك، ممكن tongue ديت أطلع منها حاجات تانية. اللسان دوت بيخرج منه ايه؟ يعني واحد مثلا بيتكلم لغة واحدة اسمه ايه؟ مونولينجوال. الله، طب بيتكلم لغتين، يعني تتكلم انجليزي وعربي، هتبقى ايه؟ هتبقى bilingual. الله، واحد بيتكلم ثلاث لغات بيبقى trilingual. الله، واحد بيتكلم اربع لغات هيبقى polylingual. الله، استنى بروفيسير، ما poly ديت يعني many، يبقى اذا البولي ديت السينونيم منها يعني ميني، معناها ميني. الله، استنى بروفيسور بقى، ده العملية طولت قوي. ده بولي ديت اطلع منها حاجات تانية. بولي جميل يعني تعدد الزوجات. الله، يا بروفيسور اللي انت بتقوله ده هو بولي جميل يعني تعدد الزوجات. طب استنى بقى، اطلع من بولي جميل دي حاجة تانية، مونو جميل. الله، ده شريعة الزواج بزوجة واحدة اسمها مونو جميل. الله، يا بروفيسور ده هو يعني معنى كده لما اخد الجمل او المعزة واطلع سويسرا الاقي كل واحد بيتكلم خمس لغات. يعني ايه خمس لغات دول؟ واحد بيتكلم خمس لغات يعني polyglot. الله، polyglot يعني واحد بيتكلم اكثر من خمس لغات. طب استنى بروفيسير، انا عندي تعبير قانوني اسمه ايه؟ cross examination يعني استجواب الشهود. اللي انا قلته ده اسمه ايه؟ اسمه legal term، مصطلح قانوني. طب استنى بقى بروفيسور، نخش حاجه طبيه كده، مصطلح طبي. عينيا طبعا البروفيسور كرم انيس استاذ اللغه الانجليزيه بالولايات المتحده الامريكيه ومترجم في امريكا. بص يا سيدي، بوست تروماتيك ستريس ديسوردر. بوست تروماتيك ستريس ديسوردر يعني ايه؟ ما بعد الصدمة النفسية أو اضطرابات ما بعد الصدمة النفسية. هقولها بسرعة، بوست ديت يعني بعد. هقولها بسرعة، بص ازاي: Post Traumatic Stress Disorder يعني ما بعد اضطرابات ما بعد الصدمة النفسية. اللي أنا قلته ده مصطلح طبي. اعلى شوية بروفيسير، حتة كده كوتيشن بس اقتباس. عيني حاضر. نيلسون مانديلا لما جه هنا الولايات المتحدة الأمريكية قال لك إيه؟ Education is the only weapon you can use against your enemies. Education is the only weapon you can use against your enemies. التعليم هو السلاح الوحيد الذي ممكن أستخدمه ضد أعدائك. أقولها تاني بسرعة: Education is the only weapon you can use against your enemies. التعليم هو السلاح الوحيد الذي يمكن أن استخدمه ضد أعدائك. معكم البروفيسور كرم أنيس أستاذ اللغة الإنجليزية بالولايات المتحدة الأمريكية ومترجم لدى الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا، باي باي. تذكروا دائما: Remember, knowledge is power.
باي باي.